بسم الله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى. ربنا اجعلنا ممن يوحدونك بحق ولا يرتبون في ذلك الشأن يا كريم. أما بعد، أعنا على أعدائنا تمام العون، وأفرحنا بنصرك المبين الذي وعدت به عبادك المخلصين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته، ورضوان ولا عدوان إلا على الأشقياء أهل البهتان. بعد يقول ربي: ومهدت لهم تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. الكلاب هذوما الكرب طامعين بالزيادة دائما، حتى الحج ما سلمش والعمر ما سلموش، قاعد يرفعوا في المطالب المالية لأنهم لا ناس ما تشبعش، هم هم وباقي كافر بالنعم وانت ماشي. والمسألة طويلة، تعرفوا أنتم البعض تفاصيلها. ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد، كلا، يعني ربي ينكر ذلك، إنه كان لآياتنا عنيدا. هذا الكلب العدو هذايا اللي نزلت في شأن هذه السورة، الوليد بن المغيرة: ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأريق صعودا. ربي عهده بأن يكون يعذبه ويزيد يرفع في مستوى تعذيبه، وهذا اللي قال يقع العرب كانوا في كما كنت في النوم الطويلة، وبعد كيف فاقوا لقوا روحهم سخط ربي قاعد يزيد ويزيد عنفا ويزيد تلونا وهان ومجر. سأريق صعودا، وهذه دائما نذكرها لكم، التصعيد في الإرهاق وفي العذاب، أبي يختارون أم علي يجترئون. إنه فكر وقدر، فكر ومشى في باله شي يزمو يكون يزمو يكذب القرآن، من تقديره للقرآن اللي مش يطعن فيه، موش كلام الرحمن بل سحر يؤثر، ينقلوا جيل عن جيل. فقتل كيف قدر ربي لعنه، ثم قتل وكرر اللعنة، ثم قتل كيف قدر. وهذاك علاش قلنا الكرب اللعنة تتبعهم، لأنهم هما ناس رخصوا روحهم فهانوا على الله، فبدأ كما يلكد لهم كما يقولوا العام. ثم النظر، ثم عبس وبصر، وكل تمثيليات تاع ناس أقبح خلق الله. ثم أدبر، أي حبش يتبع الرسول عليه السلام ويأخذ القرآن ككلام الرحمن. واستكبر، الرجال كبرياء لو كاركتر تاع بلوس دورغوي ايترا. فقال: ان هذا لسحر يؤثر، قولها سترى بعد ماذا ستناله من جراء هذا الكذب وهذا البهتان وهذا الرفض لكلام الرحمه ولرسول الاسلام عليه السلام. ان هذا الا قول البشر، يعني طيح له من قدر كلام ربي ولا كلام البشر. ساصلي سكر، مشي اخلك ربي للبرازيلي، ترى بالضبط قال قساء في القريب العاجل، وتم ادخاله يوم بدر الكبرى، وانتم تعرفوا قصه الكلب ده. وما ادراك ما سقر، يخاطب الرسول عليه السلام: ولا وانا ايضا وانا ونحن ايضا لا تبقي لتذر، ان لست الريع اللي تريدتو المالتريتو، لواحه للبشر، مش كما تقول انت تسودوا لهم جلدتهم تحرقها. علي 19 الجانب هذه البرازيلي 19 يكفيكم كله بجنكم وإنسكم، معنا مليار دوات المليار دوات لا واحد منكم يجي ميفت، لأنه هذوكم ملايكة 19. وقلنا أصل 19 مع القرآن ما عليكم، كانت تدرسوها وتزيدوا تدرسوها. عليها 19: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة. ستان تريال للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب من يهود النصارى الحقين حقنين، ويزداد الذين آمنوا إيمانا، زدوا إيمان بهذا الإعلام الرباني، ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، وليقول الذين في قلوب المرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. كما بعوض ضرب الله بعوض يستحق بربي، بماذا سيقسم وما وإلى ما يريد أن يشير.
ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ كذلك يضل الله، والحقيقة كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وما يعلم جنود ربك إلا هو. كتاب جنود ربكم استحييتم وخفتم على أرواحكم وذليتوا لربكم فمنعتم من غضبي وأليم عقاب. وما يعلم جنود ربك إلا هو، من ملائكة ومن عوامل طبيعية وعوامل نفسية وعوامل اجتماعية وعوامل متصلة بالجيوش الظالمة كما الجيش السعودي. وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي لذكر البشر، أي القرآن هو يذكر يا بشر يا إليينتم لابد أن تموتوا وتبعثوا. كلا والقمر، ربي صح ويقسم بالقمر، والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر، أي تنفس، يعني بدأت الأنوار تظهر بالزياد. إن لأحد الكبر نذيرا للبشر، ولمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. عليك لا إكراه في الدين، تحب تقدم إلى الله ثانيا لك، تحب تتأخر عن استجابة الرسالة الأخيرة، تحب حرمان يزيد يزيد. كل نفس بما كسبت رهينة، دونك ريسبونسابيلتي انديفيدويل. إلا أصحاب اليمين فما استثناء دائما في كل حكم قرآني، إلا أصحاب اليمين اللي هم مشاو في الطريق الصحيح، في جنات يتساءلون عن المجرم وقت احنا في الجنة ونقول وكل المجرم الفلاني شنو أحواله، ما أحواله، ساءت في عقب عمرهم وأثناء الحياة البرزخية بعتب وفرد زادت ساءت. في جنات يتساءلون عن المجرمين، ما سلككم في سقر، وين وصلكم إلى البرازيل ذاك؟ قالوا لم نكن من المصلين، شهد على روح ما كانوش موصلين إلا في الظهر، ولم نكن نطعم المسكين، المسكين يزدوا يسلبوه ويزدوا ضعف على ضعف وفقر على فقر، وكنا نخوض مع الخائضين، متهمنا أمور الدين، وكنا نكذب بيوم الدين. هاو تو أنت كذب بيوم البعث وتو تراها كيف يكون عليك شديد، حتى أتانا اليقين جان الموت، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، حتى شفيع من يقبل ربي منه شفاعة لكم، فما لهم عن التذكرة معرضين. علاش دائما ماكمش حابين تجيو للتذكرة وتقولوا فعلا ربنا أراد بنا خيرا، فلا بد أن نتبع الرسول الكريم عليه الصلاة والتسليم. فما لهم عن التذكرة معرضين، ربي يشير إلى الإعراض هذا، يعني لأنه ليس من مبرر لهم، كأنهم حمر مستنفرة. شوف كيفاش يهبطوا قدرهم كما اللي زابر ولا حمر وحشية مستنفرة، يعني خافت مناش ففرت من قسورة من أسد، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، كل حد منهم يحب هو يجي حاجة من السماء باش يمن لكونه، فما رب هو اللي أعطاه كل الصحف هذيك اللي في يده. كلا بل لا تأخبوا لا يخون الآخرة، وهذا صحيح مش مصدقين دونك ما يخبوش. كلا إن تذكرة، قالك ربي القرآن تذكرة والإسلام تذكرة، فمن شاء ذكره، وما تذكرون إلا إن شاء الله، هو أهل التقوى أهل المغفرة، والسلام عليكم ورحمة منه وبركاته أرضى.